حصيلة شعار الجودة في التربية للنواب المحترمين عبد الكريم الهويشري، باسم الحقاوي، الأمين بوخبزة، محمد يتيم، فاطمة بن الحسن، عبد الصمد أبو زاهر، مصطفى الإبراهيمي، وعبد الواحد بن ناني من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد السائلين. شكرا سيد الرئيس، سيد الوزراء، سادة النواب المحترمين. رفعت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي خلال السنة الماضية شعار الجودة في التربية، والذي استمال كثير من الفاعلين التربويين، ولكن بعد مرور سنة رفعت السلطة التربوية المعنية شعارا آخر يروم ترسيخ السلوك المدني، هذا في الوقت الذي لم تقدم أي حصيلة لنتائج الشعار الأول ولا للإكراهات التي ارتبطت به، مما جعل المهتمين يشككون في جدوى وجدية هذه الشعارات وآثارها على الواقع. لذا نسألكم سيد الوزراء، كيف تقيمون قطاع الصحة الوطنية حاليا على ضوء التربية الوطنية على ضوء شعار الجودة؟ وشكرا الطبيب. سيد الوزيرة، شكرا سيدنا، معذور لأنه طبيب دائما يفكر في الصحة. الحقيقة وضع شعارات لتأطير الموسم الدراسي يدخل ضمن المحاولات التي تقوم بها الوزارة من أجل تعبئة الفاعلين والشركاء حول المدرسة المغربية. وبطبيعة الحال هذه الشعارات ما كتكونش بوحدها، كتكون مصاحبة لإجراءات عملية يتم اتخاذها بطبيعة الحال مركزيا وجهويا وإقليميا. وهذا الشعار كيساهم في توحيد الخطاب وفي توجيه الاهتمام إلى قضية معينة كدور الأسرة، كالسلوك المدني، مثل هذه الأشياء. يعني كنظنوا بأن هذه المسألة كتوحد الخطاب وكتخلق الفرصة للمبادرة على صعيد المؤسسات التعليمية، لأن كنسمعوا ندوات تنظم على صعيد الأقاليم أو على صعيد المؤسسات التعليمية حول هذه النقط بعينها، وتفسح فرصة للحوار بين الفاعلين التربويين. بطبيعة الحال إلا جينا نقيسوا، ما غاديش نقيسوا الحصيلة ديال الشعار، خصنا نقيسوا الحصيلة ديال الإجراءات كلها المتخذة بما فيها الشعار والحملات التواصلية التي ننظمها. أما إذا أردنا أن نقيس أو نقوم جودة التربية، فأنتم بحال اللي كتعرفوا الجودة ديال التربية فيها خمسة ديال العناصر، كاين التلميذ وكاين الأستاذ وكاين البنايات والتجهيزات وكاين البرامج والمناهج وكاين الوسط. كل مكون من هذه المكونات، كل عنصر كيخصنا نشوفوه واش فيه العناصر ديال الجودة متوفرة أم لا، واش كل تلميذ عنده مشاكله النفسية الاقتصادية الاجتماعية، الأستاذ كذلك واش عنده المؤهلات والانخراط اللازم إلى آخره، البنية التحتية والتجهيزات اللي دوينا عليها كذلك واللي كتعرفوا شنو هي الوضعية ديالها، البرامج والمناهج، هل تدريسنا ينبني على التلقين أم على الاكتشاف وبناء المعرفة، الوسط، هل الوسط المدرسي يتميز بالتعاون بين الفاعلين التربويين وبالتعاون بين الإدارة والأساتذة وبالتعاون مع الأسرة ومع الوسط المحيط بالمؤسسة، كل هذه العناصر تؤثر في جودة التربية. وإذا أردنا يعني نحن هذا الكيفية كنشتغلوا باش كنضمنوا الجودة في شموليتها، نعالج كل هذه القضايا، وكل هذه القضايا هي اللي كتكون دائما موضوع النقاش ديالنا، وكذلك موضوع البرنامج الذي نشتغل على إعداده والذي سوف يقدم أمامكم. هل من تعقيب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا السيد الرئيس، السادة الوزراء، السادة النواب المحترمون. أكيد أن لما طرحنا السؤال ديالنا حول شعار الجودة، نعلم أيضا أنه واحد من المقومات الأساسية لميثاق التربية والتكوين، وأكيد أيضا أن مجرد قراءة هذه الأسئلة المطروحة اليوم التي تغيب عنها السيد الوزير المحترم، أكيد أن هذه الأسئلة وحدها كافية عدم انطلاق الموسم الدراسي في مجموعة من المؤسسات. يكفي هذا كمؤشر، لا نطرحه نحن وإنما طرحه بقية الفرق النيابية. يكفي أيضا أننا لم نأتي هنا السيدة الوزيرة لنتلاوم، وهذا الدور لكان ماشي الدور ديال الأغلبية، فهو على الأقل الدور ديال المعارضة لنحمل المسؤولية التي لا يتحملها. وأكيد أن هذا القطاع الذي نتحدث عنه أيضا أنه ليس نتاج اليوم، ولكن تعاقبت عليه مجموعة من
من مجموعة من السادة الوزراء لانتماءات مشاريب تكاد تكون واحدة، ولم تتحمل لا المسؤولية القانونية ولا المسؤولية السياسية. لما نأتي لو أنها تحملت هذه المسؤولية السياسية لكنا اليوم أمام الحديث عن محاسبة الذين كانوا على رأس هذا القطاع ويقدمون التقارير والاختلالات ثم يكونوا مسؤولين، تحمل المسؤولية. وإحنا هذه واحدة، غياب السيد الوزير، واليوم يوم إضراب أيضا ديال النقابة وديال رجال التعليم الذين امتنعوا عن التحاق بالمؤسسات لأسباب موضوعية تعرفونها. وكان من الأولى أن السيد الوزير حتى وإن تغيب عنا، وإن كنا بالأمس قد سمعنا في خبر عاجل أن الوزير سيحضر اليوم للجواب عن أسئلة السادة النواب، إن كان تغيب عنا فعلى الأقل أن يتحاور مع رجال التعليم والنقابة وغيرهم للوقوف على اختلالات جوهرية. اليوم لا نتحدث السيدة الوزيرة فاش نقول التعميم، التعميم كاين واحد القضية بغينا ننشروا لها لأن عندها علاقة بالجودة. اليوم ليس إشكالنا هو إشكال التعميم كما قدم في التقرير ديال المجلس أعلى، ماشي هذا هو الإشكال. الإشكال ديالنا هو كثير من الشباب ديالنا تيغادروا. انتهى الوقت السيد النائب، انتهى الوقت. شكرا السيد الرئيس. السيدة الوزيرة، إذا من تعقيب ولكن في بضع ثواني يعني. من الصعب جدا يعني باش شنو علاش غادي نجاوب واش غنهضر على الجوداد ويت عليها. قلت بان راه خصنا نشوفوها في الشموليه ديالها في المداخل ديالها الخمسه، وهذا هو اللي كان نشتغلوا عليه. الحوار مع الفاعلين داخل القطاع، كان اعتقد بان الوزاره ديالنا كتضرب الرقم القياسي في الحوار وفي الاجتماعات مع النقابات وفي البلاغات وفي البيانات الى اخره. اعتقد باننا